هاي بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا تستغربوا ان انا على طول بطلع بالطقم ده، لان انا مش قادره اقوم اغير واقول لكم ان انا بصور في اليوم غير اليوم ولا الكلام ده. مش قادره بصراحه اقوم اغير، انا قعدت على الكرسي لزقت، مش قادره اقوم، مش قادره اقوم بجد، التعب بجد ماسكني، مش قادره. يعني بحمد ربنا ان انا قعدت كده وبصور، يعني بحمد ربنا. وحط فرشه الحاجات بقى قدامي، فرشه حاجات الميك اب وفرشه الحاجات دي كلها عشان اصور كل مره واحده، عشان يبقى عندي فيديوهات الفتره اللي جايه، عشان لو تعبت لا قدر الله او كده، يعني ربنا يستر، يعني يكون عندي فيديوهات عشان ما اتاخرش عليكم. او في بنات بتقولي ما تتاخريش، بتنزلي كل فتره وفتره، بس بصراحه بجد بتعب كتير عشان اصور، عشان غير المونتاج وغير الفيديوهات وغير الاضاءات، فبجد بتعب. يعني ما تتضايقوش ان انا طالعه بالطقم ده كذا مره. يلا بقى بينا نبدا الفيديو ان شاء الله. النهارده هقول لكم ايه الحاجات اللي العروسه ممكن تجيبها في جهازها، وازاي تشتري حاجات رخيصه وتبقى برضو براند وحاجات مش غاليه، وحاجات هتغنيكي عن البلده الكبيره اللي احنا بنجيبها دي. عارفين العلبه اللي احنا بنجيبها دي، اللي هي تبقى فيها كل الايشاد، وتبقى فيها البودر، وتبقى فيها الروج، وتبقى فيها حاجات كتير قوي كده. يعني انت لما تروحي تشتريها الراجل يعرف ان انت عروسه. يعني البلد اللي هي الكبيره دي مفيش حد ما دخلش بيها. يعني انا كنت متجوزه من 5 سنين، يا كانت بالنسبه لي دي وهم بقى، يعني مش اخلعه نفسي بقى ومدلعه نفسي والكلام ده. طبعا ما كانش ليا في الميك اب قوي ساعتها، يعني على قدي، بس اي حد يروح يشتريها يعرف ان انت عروسه. يعني باينه قوي، تشتري علبه ميك اب كده انت عروسه، الف مبروك. طبعا بيغلوا لك في السعر، حتى لو هي ب 3 جنيه يديها لك ب 20 جنيه، لو هي ب 150 يديها لك ب 250 جنيه، انت عروسه. فانت لازم تدفعي، تفضلي انت رايحه تشتري البلد اللي هي الجميله دي، اللي هي لازم تفرش تفرشيها في التسريحه عشان تبقى ايه، واو انت عروسه وجبتي وجبتي وجبتي، دي البلد دي البلد كبيره واكيد غاليه. طبعا العريس ينبهر بيكي بقى والكلام ده. طب مفيش الكلام ده دلوقتي، يعني انا انصح اي عروسه هتتجوز اوعي تجيب البلد دي، حتى لو اديها لك ببلاش اوعي تجيبيها. النهارده هقول لكم على حاجات دارك ستور بصراحه وهميه، مش هتحتاجي ان انت تجيبي البلد دي خالص، ولا تشتري حتى روجات ولا الكلام ده خالص، تمام، ولا حتى هتفرشي تسريحتك كده وحاجات ملهاش لازمه. لا، هتفرشي تسريحتك بحاجات حلوه وهتستخدميها، مش تركنيها بالسنين وفي الاخر ترميها زي البلد، تمام. اول حاجه هنتكلم عن البلد دي اللي هي بتاعت مايه سينما دي ب 300 جنيه. احسبوا معايا، هيظهر السعر فوق وهنحسب مع بعضينا، مش هنعدي اكتر من 700-750 جنيه بالكتير قوي، لو عدينا تبقى 800 بالكتير. فدي ب 300 جنيه هنحسب مع بعض وهنطلع وهنشوف، عشان لو انت عروسه محدش يضحك عليكي، او ان انت ما عندكيش مكياج وحابه تشتري ميك اب والكلام ده، فايه فدي هتفيدك. يعني البلد اهي، دي بقى يا بنات فيها البلاشر ورق واعد، دي فيها كذا لون بلاشر، وفيها مات وفيها شيمر، يعني مش هتغنيك عن البلد اللي انت احنا بنجيبها، اللي هي عامله زي بالنسبه لنا كانت قطعه جاتو كبيره، تمام، او تورته مسميينها تورته الميك اب. وفيها باودر مش هتحتاج تجيبي باودر، وفيها هايلايت مش هتحتاج تجيبي، وفيها بلاشر، وفيها حواجب، وفيها روج ويعتبر برضك بلاشر، وفيها جليتر، وفيها فرشه الحواجب دي اهي. يعني من الاخر مش هتحتاجي تجيبي اي حاجه تانيه خارج العبوه دي، شايفين يا بنات؟ دي زي ما قلت لكم ب 300 جنيه. وفي منها الاصغر عشان لو مش مقدرتك تجيبيها، في من هي ب 870 وفي ب 270. بتعملي بها كونتور، يعني انا ساعات بستخدم اللون ده ككونتور، يعني كمان مش هتحتاجي تجيبي كونتور، يعني مش هتحتاجي تشتري حاجه تانية غير حاجات بسيطه جدا جدا. دي ب 300 جنيه، تمام يا بنات. هتحتاجي بقى تشتري ايه معاها؟ حاجات بسيطه جدا، يعني زي المسكره، عشان البلد ما فيهاش مسكره، دي ب 80 جنيه، يعني 380 380 جنيه، تمام كده يا بنات. طبعا وهتشتري اكيد كونسيلر، ده اقل حاجه في دارك ستور، ده بتاع ايسنس، ده كنت جايباه بحوالي 50 جنيه في الرينج ده، يعني مش هيكون اغلى من كده، اللي هو ده كده. هتحتاجي انت تجيبي مسكره، كونسيلر، لو انت ما عندكيش حالات فانت بالتالي مش تشتري كونسيلر وهتتفادي المبلغ ده برضو، وهتشتري بداله حاجه تانية.
الفاونديشن، الفاونديشن ده ب 120 جنيه، وفي كمان اقل من كده، في بتاع لونه، في بتاع لونه ب 80 جنيه، ب 85 جنيه، وحلو جدا برضو. فده بتاع ايسنس ب 120 جنيه. يعني لو انت ما عندكيش هالات كتيره ممكن تشتري، لو انت معكيش فلوس تشتري كونسيلر وعندك هالات، انت ممكن تحطي تحت عينك طبقتين وعلى بشرتك طبقه واحده، فده برضك هيغنيك ان انت برضك تشتري كونسيلر. الحاجات اللي احنا هنجيبها زياده عن البالت، الحاجات دولت والبالت بس كده. كده الحاجات دي ب 550 جنيه، يعني حتى ما عدتش 700 جنيه ولا 600 جنيه، يعني 550 جنيه هتجيبي بيهم ميك اب كامل لو انت عروسه او انت ما عندكيش حاجه من الميك اب. وكمان انت ممكن تزودي كمان حاجه تانية، ان انت تجيبي فرش، الفرش بتاعه الميك اب اللي هي دي اللي انا بستخدمها، حلوه جدا جدا، بقالها معايا اكتر من 3 سنين، وبصراحه مهما اشتري فرش تانية برجع للفرص دي برضو، لان هي بصراحه وهميه وهميه وهميه. استنى اوريها لكم الفرص دي اللي هي من نيكد 3، دي حوالي ب 85 جنيه. للاسف للاسف للاسف، وانا بصور وافتكرت ان انا خلصت الفيديو وخلاص، للاسف لقيت نصه مش متصور في الاول من اول الحته دي. فانا ان شاء الله زي ما قلت لكم كده، كل الحاجات اللي انا جبتها دي كانت ب 635 جنيه، يعني ميك اب العروسه كله 635 جنيه، يعني وحتى ما عدناش ال 700. كنت مفكره في الاول ان احنا ممكن نوصل لل 700 وال 800، بس ما كنتش حاسباها. يعني 635 جنيه لاي عروسه او اي بنت ما عندهاش ميك اب خالص تقدري ان انت تشتري كل حاجتك ب 635 جنيه بس. وده كان الفيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا الحاجات اللي تقدروا تجيبوها عشان ما حدش يضحك عليكم. ان شاء الله فيديو جديد. لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدعميني باللايك وتضغطي على زر الاشتراك وتفعلي علامه الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. يلا باي باي.